أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من قصر الاتحادية على الهواء مباشرة في انتظار وقائع المؤتمر الصحفي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولضيف مصر الكريم رئيس جمهورية كرواتيا الرئيس زوران ميلانوفيتش والذي يحل ضيفا كريما على مصر في زيارة لها أهميتها في هذه الفترة تحديدا للتأكيد على مدى عمق وقوة ومتانة العلاقات المشتركة بين مصر وكرواتيا. تابعنا معا مراسم الاستقبال الرسمي هنا في قصر الاتحادية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لضيف مصر الرئيس الكرواتي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. بعد ذلك كانت هناك مباحثات ثنائية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيف مصر الرئيس الكرواتي ثم عقبتها مباحثات موسعة وذلك لتناول مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة أيضا إلى أبرز أوجه التعاون الثنائي خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية وكذلك أيضا العلاقات التجارية وتعزيز التجارة البينية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات للتعاون المشترك بين مصر وكرواتيا. هذه الزيارة التي تعكس قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين مصر وكرواتيا، هذه العلاقات الممتدة والتي بدأت تحديدا منذ عام 1992 بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكرواتيا، هذه العلاقات التي ازدادت قوة ومتانة وذلك مع المواقف الخاصة بكرواتيا في مختلف الظروف التي مرت بها مصر، بالإضافة أيضا إلى السياسة الخارجية المصرية التي تعتمد على محورين أساسيين التنوع والتوازن في علاقات مصر الخارجية مع مختلف دول العالم. فبقيادة سياسية حكيمة وبرؤية ثاقبة ورؤية رشيدة بالفعل بيتم التواصل مع مختلف دول العالم في زيارات متبادلة وفي جولات خارجية. بيلتقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة ورؤساء وزعماء العالم للتأكيد الدائم على دور مصر الريادي وذلك على مستوى العالم بالإضافة أيضا إلى أنها مركز وثقل في المنطقة بالكامل، هي مركز الاستقرار ووحدة الأمان في المنطقة بالكامل، بالإضافة أيضا إلى مصر بمختلف القضايا والأزمات في المنطقة بالكامل وتأكيدها على موقفها الثابت أن الاتفاق السياسي هو دائما الحل لأي أزمة سياسية وذلك فيما يتعلق بالأزمات المختلفة التي تحيط بمنطقتنا. كذلك أيضا العالم الآن يمر بالأزمة الروسية الأوكرانية، هذه الأزمة التي ألقت بتداعياتها سياسيا واقتصاديا وكذلك أيضا إنسانيا، تم التباحث بشأن هذه الملفات المهمة أيضا خلال المباحثات الثنائية وكذلك أيضا المباحثات الموسعة، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي والجانب التجاري الذي يحتل أهمية كبيرة نظرا لمدى قوة العلاقات المشتركة التي تربط بين البلدين مصر وكرواتيا، بشكل خاص التعاون في مجالات السياحة والتجارة وأيضا في الصناعة بالإضافة إلى التكنولوجيا والتعليم. إذن أوجه التعاون كثيرة ومتنوعة وهذه اللقاءات والزيارات المتبادلة وهذه الزيارة تحديدا المهمة التي يقوم بها رئيس كرواتيا الآن إلى مصر تحتل أهمية كبيرة وترسل رسائل كثيرة بمدى أهمية العلاقات المصرية الكرواتية وقوة هذه العلاقات التي تسودها الود والصداقة وكذلك أيضا العمل على تدعيم هذه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك لمصلحة الشعبين الصديقين. العلاقات المصرية الكرواتية هذه العلاقات التاريخية التي تمتد إلى أمد بعيد تخللتها الكثير من الزيارات المتبادلة بين المسؤولين وكانت هذه الزيارة المهمة التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة منذ الاستقبال الرسمي الذي نقلناه لحضراتكم لرئيس كرواتيا هنا في قصر الاتحادية ثم المباحثات الثنائية وكذلك أيضا المباحثات الموسعة ونحن الآن في انتظار المؤتمر الصحفي الذي سيتم من خلاله التعرض لمختلف أوجه التعاون المشترك بين البلدين بالإضافة أيضا إلى التباحث بشأن مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك لتبادل الرؤى ووجهات النظر
بشأنها. جدير بالذكر أنه هناك دائما إشادة من الجانب الكرواتي بالدور المهم الذي تقوم به مصر في المنطقة، بأنها هي مركز الثقل والاستقرار في المنطقة بشكل كبير، وربما كانت الإشادة الخاصة أيضا برئيس الوزراء الكرواتي، وذلك على هامش فعالية مؤتمر المناخ COP27، حيث أشاد بالدور الكبير الذي قامت به مصر في استضافة فعاليات هذا المؤتمر المهم، والشكل المشرف الذي قامت به مصر في استضافة هذا المؤتمر الدولي الهام، لكي تلقي مصر بمبادرة مهمة وتؤكد على مسؤوليتها ومسؤولية المجتمع الدولي بالكامل تجاه هذه القضية غاية في الأهمية، وهي قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على العالم أجمع. العلاقات المشتركة بين مصر وكرواتيا علاقات تتسم بالتنوع وتتسم بالتعاون في جميع المجالات، نظرا لما تتمتع به مصر من مناخ ملائم وبنية تحتية، وكذلك أيضا مناخ آمن ومستقر. هذه هي البيئة الخصبة التي دائما ما يبحث عنها المستثمر لكي يضخ استثماراته، وها هي مصر تتمتع بهذا الاستقرار وهذا الأمان الذي دائما ما ينظر إليه المستثمر كحجر الأساس لكي يقوم بالاستثمار في المشروعات المختلفة. هذه المشروعات التي نشهدها جميعا هنا في كل أرجاء الجمهورية في كل محافظات مصر، هذه المشروعات العملاقة التي بالفعل تستطيع أن تجذب الكثير من الاستثمارات وأيضا توفر الكثير من فرص العمل لشباب مصر، وتستطيع أن تجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي هذه الزيارة أيضا لها أهميتها بشكل كبير لكي يكون هناك تعاون مع الجانب الكرواتي ويكون هناك تعاون مع الشركات الكرواتية للاستثمار هنا في مصر. إذن هذه الجولات الخارجية المختلفة وهذه الزيارات المتبادلة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومختلف قادة ورؤساء وزعماء العالم، إنما تضع مصر دائما في المقدمة، تضع مصر دائما في الريادة، تفتح أسواقا جديدة هنا على أرض مصر للمزيد من الاستثمارات، لكي نؤكد دائما على أن مصر الحديثة وأن الجمهورية الجديدة دائما منفتحة على الآخرين، ودائما بها أسواق جديدة، ودائما هناك ثقة في الاستثمار في السوق المصرية، نظرا لما تتمتع به من بنية تحتية متميزة، نظرا للمشروعات التنموية العملاقة التي تمت هنا على أرض مصر، ونظرا لكل أوجه الجذب الاستثماري الذي تتمتع به مصر في مختلف المشروعات التي تتم الآن. مجالات مختلفة للتعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين، بين مصر وكرواتيا. ربما من أبرز هذه المجالات السياحة بين البلدين، فهناك الكثير من الخطط الموضوعة من أجل جذب السائحين الكروات والشركات الكرواتية للسياحة، للقيام بالكثير من برامج السياحة التي تأتي هنا في مصر بكل ما تتمتع به من عوامل للجذب السياحي. كذلك أيضا مجالات التكنولوجيا وصناعة السيارات وصناعة التعدين، بالإضافة أيضا إلى التعليم. هذه المجالات وغيرها تعد بالفعل من أبرز أوجه التعاون المشترك بين مصر وكرواتيا، هذا إلى جانب العلاقات السياسية المتميزة التي تشهد توافق في الرؤى تجاه مختلف القضايا الموجودة الآن في العالم وفي المنطقة بأسرها. استطاعت مصر أن تحقق توازناً في علاقاتها وتواصلها مع مختلف دول العالم، ولا أدل على ذلك من العلاقات القوية التي تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، بالإضافة أيضاً إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك أيضاً
بدول شرق المتوسط إلى جانب الدول العربية، كل الدول المختلفة التي دائما ما تحرص مصر على أن يكون هناك توازن في علاقاتها مع مختلف دول العالم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وضيف مصر، الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا. His Excellency the President of the Arab Republic of Egypt, Mr. President عبد الفتاح السيسي, and Egypt's honorable guest, His Excellency the President of the Republic of Croatia, Mr. President زوران ميلانوفيتش. تفضلوا سيرة، تفضل بليز. اسمحوا لي في البداية أن أنا أعرب عن خالص تعازي لشعبي سوريا وتركيا ولأسر ضحايا هذا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي واستعدادنا لتقديم المساعدة لمواجهة آثار ذلك الزلزال. مرة ثانية خالص العزاء والتضامن وتمنياتنا من الله بسرعة شفاء المصابين. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، السيدات والسادة الحضور، أود بداية
أن أرحب بفخامة الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش في زيارته الأولى إلى مصر، والتي ستساهم بلا شك في الارتقاء بآفاق العلاقات إلى مستوى أرحب وأكثر تميزاً، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والتي شهدت تاريخياً استضافة مصر حوالي 30,000 من اللاجئين الكرواتيين بمخيم الشط أثناء الحرب العالمية الثانية. كما يطيب لي أن أتوجه بالتهنئة لجمهورية كرواتيا رئيساً وحكومة وشعباً على انضمامها مؤخراً لمنطقتي الشنغن واليورو اعتباراً من الأول من يناير 2023، الأمر الذي يأتي تتويجاً لمسيرة كرواتيا ونجاحاتها على صعيد الاندماج داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. السيدات والسادة، لقد شهدت المباحثات الإعراب عن التقدير للجانب الكرواتي في ضوء مواقفه السياسية الداعمة لقضايا محورية بالنسبة لمصر، يأتي في مقدمتها ملف سد النهضة، فضلاً عن الإشادة بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر بالمحافل الدولية خاصة داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدنا كذلك خلال المباحثات أهمية العمل على النهوض بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي لا يتناسب حالياً مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين، والتي نتطلع لتطويرها خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن معه المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري من جانب، وتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر. وتم كذلك خلال اللقاء مع فخامة الرئيس التنويه إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مجال إنتاج الطاقة ومواردها، سواء كان ذلك من خلال اكتشافات الغاز بمنطقة شرق المتوسط وإنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط ومقرها في مصر، أو سعيها الجاد حالياً لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، وكذا نشاطها في مجال طاقة الرياح وإنشاء محطات عملاقة ببعض المناطق ومن بينها منطقة جبل الزيت. كما تم بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وتشجيع الشركات الكرواتية على العمل والاستثمار في مصر في هذا المجال. وفي سياق متصل تم أيضاً عرض مجمل جهود الدولة المصرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وإصدار رخصة الاستثمار الذهبية. وفي هذا الإطار تم دعوة الجانب الكرواتي إلى إنشاء مناطق صناعية في مصر للاستفادة مما تتمتع به من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والإفريقية، بما يسهل نفاذ المنتجات الكرواتية إلى أسواق هذه الدول بميزة تنافسية. كما تطرقت مباحثاتنا أيضاً إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سواء على صعيد منطقة الشرق الأوسط لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، كما تم التباحث في عدد من قضايا منطقة شرق وجنوب أوروبا مع التركيز على الأزمات الدولية الراهنة، وكذا ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تم استعراض الجهود المصرية ذات الصلة مع التنويه لأهمية تكثيف التعاون بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية لدعم الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد. مرة أخرى فخامة الرئيس، أرحب بكم في زيارتكم إلى مصر، متمنياً لفخامتكم زيارة ناجحة وموفقة وإقامة سعيدة على أرض مصر ومقاصدها السياحية المتميزة، وشكراً لكم فخامة الرئيس. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo, Mohamed Said al-Rais Abdel Fattah al-Sisi, izražavam duboku sućut narodu Turske i narodu Sirije za žrtve ovog strašnog potresa. Hrvatska je na to još uvijek osjetljiva i sama se trese jer smo nedavno imali
za naše uvjete velike potrese, stoljetne potrese, tako da ne samo da radimo nešto što je ljudski i pristojno kada izražavamo sućut, nego, kažem, i sami se osjećamo kao žrtve prirodne stihije koja se dogodila prije. Velike suri li Sejid Rais, أشكركم على كرم الضيافة وحظوة الاستقبال في هذا البلد الأمين والساحر، وكلامكم ذكر جميع الأشياء التي نحن تحدثنا عنها. أنا فقط أريد أن أزيد أن من بين مجالات التي نستطيع أن نتعامل هي السياحة، لأن كرواتيا قامت باستثمار في هذا القطاع، ونحن نعتبر نفسنا بأن كرواتيا هي دولة عظيمة فيما يخص السياحة، وحتى لن ندخل في مكان يعني العظماء، لأن هذا يمكن أن يضرنا. أنا أريد أن أقدم خبرتنا لدولة لمصر في هذا المجال، وعندنا خبرة سيئة عندما يكون هناك عدد كبير من السياح في مكان واحد في مكان ضيق، لأن علينا كذلك أن نحافظ على البيئة وكذلك على النمط الحياتي لسكاننا. فيما يخص القطاع العسكري، نحن لسنا دولة كبيرة، لكن عندنا شركات وخبرات في صناعة العسكرية التي تتنافس مع الشركات العالمية الأخرى، لكن هناك نحن تحدثنا عن هذا المجال، وأنا سوف أتحدث مع الحكومة في هذا المجال. مصر هي بلد كبير، بلد عظيم، كرواتيا دولة صغيرة، نحن عضو في الاتحاد الأوروبي وكذلك في منطقة الأورا، كذلك نحن عندنا مياه، ومن بين أكبر مياه في تلك المنطقة هي ميناء رييكا، وهي في موقع جيد جدا، وهذا موقع كرواتيا رائع جدا، ونحن نريد أن نكون في خدمة الجميع وكذلك لمصر. مصر ليس عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن دائما عندما أخرج من بلدي أو من منطقتي أنا واثق بأن الشعوب ليست مثل يعني متساوين، وكذلك الثقافات تختلف، لكن علينا أن نتعاون أن نفهم مشاكل الآخرين. وعندما نتحدث مشاكل الكرواتي أو بالأخص عن تحديات مصر، أنا أريد أن أؤكد بأن كرواتيا ستكون معكم. للأسف الشديد، عندما ظهرت الربيع العربي كان العالم ينتظر شيئا جديدا، لكن الربيع العربي دمر المجتمعات العربية، ومصر استطاعت أن تحافظ على وطنها وعلى شعبها. نحن نعتز باستقرار مصر، لأن هذا يهمنا كذلك نحن كرواتيا وكذلك الاتحاد الأوروبي. عندنا علاقة جيدة مع الدول العربية وكذلك مع إسرائيل. أنا لا أريد أن أقيم علاقات، أنا فقط أريد أن أفتح أبواب للتعاون المشترك. مرة ثانية سيد الرئيس، أدعوكم
في أقرب الوقت أن تكونوا ضيفا لي، وسيكون شرف عظيم لي لأنكم وضعتم معايير عالية في الاستقبال، وأنا لا أعرف هل سنستطيع أن نبلي رغباتكم. مشاهدينا الكرام، نجدد التحية على حضراتكم. مشاهدينا، هذه تغطية حية مباشرة على شاشة التلفزيون المصري. تابعنا مع حضراتكم المؤتمر الصحفي الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش. في هذا المؤتمر الصحفي تحدث في البداية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قدم خالص التعازي للشعبين السوري والتركي، وقدم الدعم لهذه الدول واستعداد مصر لتقديم المساعدة للدولتين ولأسر الضحايا جراء الزلزال وما أحدثه من خراب وتدمير لأجزاء في سوريا وفي تركيا. أيضا قدم التعزية وقدم أيضا المساعدة والدعم لأسر الضحايا. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العلاقات التاريخية بين مصر وكرواتيا، وهنأ كرواتيا لانضمامها لمنطقة الشنغن واليورو. تناولت هذه المباحثات كما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناولت الكثير من القضايا، من أهمها ملف سد النهضة ودعم كرواتيا لمصر في هذا الملف. وأيضا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مواقف كرواتيا الداعمة لمصر كثيرة، خاصة في الاتحاد الأوروبي. وأيضا أضاف إلى أن النهوض بالتعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري ضرورة ملحة في هذا التوقيت، زيادة التبادل التجاري بين مصر وكرواتيا وتعزيز دعم الطاقة بين البلدين وبين الاتحاد الأوروبي بصفة عامة. أيضا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن سعي مصر للنهوض بقطاع الطاقة المختلفة، سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة الجديدة، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، و الطاقة الخاصة بالهيدروجين الأخضر، كلها مزايا تتمتع بها مصر وتستطيع أن تحدث حالة حوار ومشاركة وتعاون بين مصر وكرواتيا في هذه المجالات. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي شجع الشركات الكرواتية للعمل في مجال الطاقة في مصر وفي غيرها من المجالات، وأن مصر لديها العديد من المزايا الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن أن تكون جاذبة للدول الأوروبية في الانخراط في تعاون وشراكة بين مصر وكرواتيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام. وأيضا مصر لديها تشريعات وقوانين خاصة بالاستثمار تسهل عملية الاستثمار، لديها أيضا إصدار رخصة الاستثمار الذهبية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من الأمور التي تعد مزايا من الجانب المصري لجذب الاستثمارات الأوروبية. وأيضا تحدث الرئيس عن الهجرة غير الشرعية والجهود المصرية للتصدي لهذه الظاهرة والعديد من الملفات والقضايا السياسية. وبعد ذلك تحدث نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. وبدأ كلامه بقطاع السياحة، وهو قطاع مهم في كرواتيا كبلد سياحي، وأيضا مهم في مصر لأنها بلد سياحي في المقام الأول. وأيضا ذكر أن كرواتيا يمكن أن تقدم الخبرة السياحية لمصر في هذا المجال وتعزيز أوجه الشراكة في مجال
السياحة وأيضا في مجال الصناعة العسكرية. إذن العديد من الملفات السياسية الاقتصادية جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكرواتي في هذا المؤتمر الصحفي. نقدم لكم هذا التحليل مع الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أهلا بك معنا أستاذ جمال، وقراءتك لهذه الزيارة وما جاء في المؤتمر الصحفي. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. هذه نقطة انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الكرواتية، ويمكن المؤتمر الصحفي في الحقيقة حمل الكثير والكثير من النقاط الهامة وبلغة الأهمية فيما يتعلق بدعم هذه العلاقات وتطويرها وتناميها خلال الفترة القادمة. يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق لعدة نقاط بلغة الأهمية فيما يتعلق بدعم العلاقات الاقتصادية ما بين الدولتين والأصعدة المختلفة لتنمية هذه العلاقات. يمكن أيضا حرص الجانب الكرواتي المنضم حديثا إلى الاتحاد الأوروبي، أحدث أعضاء الاتحاد الأوروبي، أن تكون مصر يعني ضمن أولى محطات زياراته الخارجية بعد انضمامه للاتحاد الأوروبي. ده أمر بيؤكد أن كرواتيا بتدرك قيمة الدولة المصرية اقتصاديا وسياسيا ناحية باتجاه الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للدولة المصرية، وبالتالي أيضا تريد أن تعزز من علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع نقطة مفصلية في يعني التجارة العالمية لها علاقة باتصال مع أفريقيا وآسيا وأوروبا وأيضا يعني الشرق الأوسط بشكل عام. وبالتالي أنا أعتقد أيضا أن ده إدراك مهم جدا من الجانب الكرواتي لأهمية الدور المصري الآن في منظومة التجارة العالمية، خاصة في ظل هذه المتغيرات الدولية. الملحوظ أيضا أن هناك الآن إرادة سياسية من كلا الدولتين لتطوير هذه العلاقات وفتح مجالات وآفاق جديدة لتنمية هذه العلاقات وبناء علاقات جيدة على الإرث التاريخي المميز والمشرف ما بين الدولتين، خصوصا أن نتحدث أن كرواتيا طوال الوقت، يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار بهذا في المؤتمر الصحفي، لديها مواقف يعني دوما مشرفة تجاه الوضع المصري ودائما كانت مساندة للداخل المصري. وبالتالي أيضا هذه الرؤى المتفقة والمتقاربة ما بين البلدين تدعم هذه العلاقات والبناء على هذه الجودة في العلاقات التاريخية دي، الارتقاء أيضا بنمو التبادل التجاري وزيادة التعاون في مجالات الاقتصاد. أعتقد أن ده حاضر وبقوة الآن، وهذه الزيارة كما قلنا هي نقطة انطلاقة جديدة لتطوير هذه العلاقة. طيب أستاذ جمال، يعني عندما نعلم أن البرلمان الكرواتي قرر تشكيل مجموعة الصداقة مع مصر وشملت هذا القرار العديد من الشخصيات البرلمانية الكرواتية، ما دلالة ذلك أستاذ جمال؟ هنا بيؤكد الجانب الكرواتي على انه لا يكتفي فقط بالتعاون على صعيد السياسه والاقتصاد، ولكن حتى على صعيد التشريعي والبرلماني هناك انفتاح في تبادل الخبرات والتعاون، وايضا دعم ما يمكن ان نسميه فكره الدبلوماسيه الشعبيه التي ايضا بتدعم فكره التواصل الثقافي والحضاري. وهذه النقطه بالتحديد حاضره في الدبلوماسيه المصريه، وبنجدها حاضره دوما في حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كافه الشركاء الدوليين والاقليميين. دائما ما تتحدث الدوله المصريه عبر قيادتها السياسيه عن فكره اهميه التواصل الحضاري والثقافي، وهذا ايضا يعني ما ممكن ان يحدث من خلال تدشين هذه اللجنه الخاصه بالصداقه ما بين مصر وكرواتيا عبر التعاون البرلماني. وبالتالي انا اعتقد ان حان الوقت لفكره احياء يعني فكره ائتلاف الحضارات، و يعني فكره ايضا ان يكون هناك طوال الوقت اتصال ثقافي ما بين الدول، لان هذا بالتاكيد بيدعم استقرار العلاقات السياسيه والاقتصاديه، بل بيدعمها وبينميها بشكل كبير جدا، وده امر في الحقيقه بيضيف الى جوده العلاقات المصريه الكرواتيه. نعم، جودة العلاقات المصرية الكرواتية بشكل خاص وجودة العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام، هناك الكثير من الملفات التي تعمل على دعم هذه العلاقة مثل الطاقة. وفي مؤتمر المناخ الفائت إذا تذكرنا أستاذ جمال في شرم الشيخ، قال الرئيس إن مصر ستكون جسر للطاقة بين إفريقيا وأوروبا، كذلك تحويل مصر لمركز ربط كهربائي بين أوروبا و إفريقيا. إلى أي مدى هذه المجالات وهذه القطاعات تنمي وتنشط وتعمل على دعم العلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام؟
بالتأكيد ملف الطاقة أحد أهم الملفات البارزة في التعاون المصري الخارجي الآن ومع الجانب الأوروبي بشكل خاص. ويمكن الانفتاح المصري على توسيع دوائر حتى العمل الأوروبية لتتسع لشرق أوروبا وجنوب شرق أوروبا كما نرى اليوم في كرواتيا ومن قبلها المجر، وكما كنا بنرى في يعني أيضا حضور السيد الرئيس في مجموعة الفيش جراد وغيرها من النقاط في هذه المنطقة الجغرافية المهم جدا في مجال الطاقة، والذي يعد في الحقيقة هو بوابة دخول الطاقة إلى الجانب الأوروبي. وبالتالي مصر في الحقيقة رقم مهم جدا الآن في الطاقة وفي الأمن الخاص بالطاقة، ورأينا هذه التصريحات حتى تصدر عن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي في زيارتها إلى مصر، ورأيناها تتحدث عن الدور المحوري المصري سواء في أمن الطاقة أو في أمن الغذاء. وبالتالي مجال الطاقة هو أحد المجالات أيضا الجاذبة للاستثمارات الأوروبية بشكل عام للدخول إلى السوق المصري، ونرى كيف أن هناك شركات بالفعل أوروبية استطاعت أن تحقق نجاحات مهمة جدا في مجال الاستكشاف ومجالات الاستثمار في مجال الطاقة. وبالتالي مرحب طبعا بالجانب الكرواتي، وهذا ما يعني أيضا كان على طاولة النقاش وذكره السيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي، أن مجال الطاقة من أهم مجالات التعاون ما بين البلدين. وأعتقد أن هذا المجال الآن من المجالات الغاية في الأهمية كما ذكرنا، ومتأثر بشكل كبير جدا بتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية. وبالتالي مصر بما حققته من طفرة كبيرة جدا وبنية تحتية مهمة جدا تدعم هذا القطاع، هي الآن أصبحت المركز الإقليمي الحقيقي للطاقة، وما ليست فقط الطاقة التقليدية وليست فقط أو ليس فقط في مجال الغاز، لكن نحن الآن نتحدث عن الهيدروجين الأخضر، نتحدث عن الطاقة النظيفة والطاقة الشمسية والربط الكهربائي مع حتى يعني اليونان وقبرص وحتى على الصعيد الإفريقي والأسيوي زي ما بنرى في الجانب الأردني ومن بعده الجانب العراقي وأيضا مع الجانب الليبي والجانب السوداني. إذا مصر هي نقطة محورية في مجال الطاقة، والجميع ينظر لها بالفعل أنها أصبحت الهاب أو المركز الإقليمي للطاقة، وبالتالي التعاون في هذا المجال بالتأكيد خاص. وصلت الفكرة كاملة أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. ومشاهدينا الكرام أترك حضراتكم الآن مع المؤتمر الصحفي، نعيد على حضراتكم مرة أخرى على شاشة القناة الأولى. شكرا لكم. اسمحوا لي في البداية أن أنا أعرب عن خالص تعازي لشعبي سوريا وتركيا ولأسر ضحايا هذا الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة شرق المتوسط، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعبين السوري والتركي واستعدادنا لتقديم المساعدة لمواجهة آثار ذلك الزلزال. مرة ثانية خالص العزاء والتضامن وتمنياتنا من الله بسرعة شفاء المصابين. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا، السيدات والسادة الحضور، أود بداية أن أرحب بفخامة الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش في زيارته الأولى إلى مصر، والتي ستساهم بلا شك في الارتقاء بآفاق العلاقات إلى مستوى أرحب وأكثر تميزاً، أخذاً في الاعتبار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والتي شهدت تاريخياً استضافة مصر حوالي 30,000 من اللاجئين الكرواتيين بمخيم الشط أثناء الحرب العالمية الثانية. كما يطيب لي أن أتوجه بالتهنئة لجمهورية كرواتيا رئيساً وحكومة وشعباً على انضمامها مؤخراً لمنطقتي الشنغن واليورو اعتباراً من الأول من يناير 2023. الأمر الذي يأتي تتويجاً لمسيرة كرواتيا ونجاحاتها على صعيد الاندماج داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. السيدات والسادة، لقد شهدت المباحثات الإعراب عن التقدير للجانب الكرواتي في ضوء مواقفه السياسية الداعمة لقضايا محورية بالنسبة لمصر، يأتي في مقدمتها ملف سد النهضة، فضلاً عن الإشادة بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر بالمحافل الدولية خاصة داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدنا كذلك خلال المباحثات أهمية العمل على النهوض بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يتناسب حالياً مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.
والتي نتطلع لتطويرها، خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي. الأمر الذي يمكن معه المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري من جانب، وتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر. وتم كذلك خلال اللقاء مع فخامة الرئيس التنويه إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مجال إنتاج الطاقة ومواردها، سواء كان ذلك من خلال اكتشافات الغاز بمنطقة شرق المتوسط وإنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط ومقرها في مصر، أو سعيها الجاد حالياً لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، وكذا نشاطها في مجال طاقة الرياح وإنشاء محطات عملاقة ببعض المناطق من بينها منطقة جبل الزيت. كما تم بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وتشجيع الشركات الكرواتية على العمل والاستثمار في مصر في هذا المجال. وفي سياق متصل تم أيضاً عرض مجمل جهود الدولة المصرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وإصدار رخصة الاستثمار الذهبية. وفي هذا الإطار تم دعوة الجانب الكرواتي إلى إنشاء مناطق صناعية في مصر للاستفادة مما تتمتع به من اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والإفريقية، بما يسهل نفاذ المنتجات الكرواتية إلى أسواق هذه الدول بميزة تنافسية. كما تطرقت مباحثاتنا أيضاً إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سواء على صعيد منطقة الشرق الأوسط لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، كما تم التباحث في عدد من قضايا منطقة شرق وجنوب أوروبا مع التركيز على الأزمات الدولية الراهنة، وكذا ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تم استعراض الجهود المصرية ذات الصلة مع التنويه إلى أهمية تكثيف التعاون بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية لدعم الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد. مرة أخرى فخامة الرئيس أرحب بكم في زيارتكم إلى مصر، متمنياً لفخامتكم زيارة ناجحة وموفقة وإقامة سعيدة على أرض مصر ومقاصدها السياحية المتميزة، وشكراً لكم.